أسباب ألم الورك عند الأطفال. يمكن للأطفال الذين يعانون من أمراض الورك أن يأتوا العيادة بشكاوى مختلفة، بما في ذلك شكاوى الألم أو رفض تحميل الوزن على الطرف المصاب أو العرج أو المشية غير الطبيعية أو قلة حركة الطرف السفلي. من المهم مراعاة أنه عند المرضى غير الناضجين هيكليا والذين يعانون من أمراض في الورك قد يشكون من ألم في مكان آخر، عادة في ركبة أو الفخذ البعيد، وقد يكون بعض المرضى أصغر من أن يشتكوا من الألم. الأسباب: الإصابات الرضية. الكسور وتمطط أجهاد العضلات والوسي بالقرب من مفصل الورك من السهل اكتشافها عند الأطفال الأكبر سنا والمراهقين، لكن يصعب اكتشافها عند إصابة الرضع أو الأطفال الصغار أو الأطفال في سن ما قبل المدرسة. قد لا يتمكن هؤلاء الأطفال الصغار من شرح أنهم قد أصيبوا. العدوى: التهاب المفاصل الإنتاني. التهاب المفصل الجرثومي الإنتاني هو التشخيص الذي يجب عدم تفويته في تقييم الطفل المصاب بألم الورك، نظرا لإمكانية تخرب المفصل السريع والمعاناة طويلة الأمد التي يمكن أن تصاحب التأخر في التشخيص والعلاج. عادة ما يعاني الأطفال المصابون بالتهاب المفصل الإنتاني من الحمى ويأتون بحالة عامة سيئة. قد يصاب الولدان والرضع بتهيج وشلل كاذب للطرف المصاب حتى بدون حمى. إن حمل الوزن وتحريك الورك المصاب مؤلمان للغاية ويقاومان بشدة عند جميع المرضى. يجب طلب تحاليل مخبرية للتشخيص، ويتم التأكيد عن طريق سحب السائل المفصلي من الورك باستخدام الأمواج فوق الصوتية مع تحديد الجرثومة المسببة عن طريق زرع الدم أو السائل المفصلي. يكون العلاج بتصريف وغسيل المفصل الإسعافي، وفي بعض الحالات تكرار تصريف لتجنب ارتفاع الضغط داخل المفصل الذي قد يعيق التروية الدموية، وإعطاء الصادات الحيوية الوريدية. انتبه، فقد يسبب التهاب المفصل العاجز الحرقفي الإنتاني أيضا ألما في منطقة الورك. ذات العظم والنقي. يمكن أن تسبب عدوى العظام والتي تسمى ذات العظم والنقي ألما في الورك، نظرا لأن التروية الدموية للعظام عند الأطفال أغزر منها عند البالغين، فإن البكتيريا الموجودة في الدم يمكن أن تنتشر بسهولة إلى عظام الأطفال أكثر منها عند البالغين. عظم الفخذ القريب هو المكان الأكثر شيوعا لذات العظم والنقي عند الأطفال. يمكن تشخيص ذات العظم والنقي عن طريق الأشعة السينية البسيطة أو ومضان العظام أو التصوير بالرنين المغناطيسي. يتميز ومضان العظام أنه يكتشف الإصابة متعددة البؤر، والتي تحدث في 7% من الحالات ذات العظم النقي عند الأطفال، وعادة عند حديثي الولادة. يعتبر تصوير الرنين المغناطيسي أكثر حساسية ودقة من ومضان العظام في تشخيص ذات العظم النقي. التهاب الغشاء الزليلي العابر. التهاب الغشاء الزليلي العابر عند الأطفال هو سبب شائع جدا لألم الورك. يتظاهر بالألم والعرج ورفض المشي وتحدد الحركة في الورك. سيبكي الطفل عند تحريك مفصل الورك، وعادة ما تكون الحمى غائبة أو خفيفة. يحدث عادة عند المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات بدون أسباب واضحة، ويتراجع تدريجيا باستخدام العلاج المحافظ. مرض بيرتس هو متلازمة تنخر عظم الورك مجهول السبب، يسمى أيضا نخر اللاوعائي. يحدث عندما تنقطع التروية الدموية إلى رأس الفخذ مؤقتا لسبب غير معروف. يصيب عادة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و8 سنوات، وهو أكثر شيوعا عند الذكور، خاصة مفرطين النشاط وقصار القامة بالنسبة لأعمارهم. غالبا ما يعاني هؤلاء الأطفال من عرج غير مؤلم، ولكن تظهر عليهم بعد ذلك أعراض أخرى، بما في ذلك الألم وتحدد مجال الحركة أو اليبوسة في مفصل الورك. قد يكون لديهم أيضا ألما في المغبن أو الركبة. يتطلب تشخيص مرض بيرس درجة عالية من الشك، لأن الصور الشعاعية الأولية غالبا ما تكون طبيعية. في هذه المرحلة يظهر ومضان العظام انخفاضا في تروية رأس الفخذ الدموية، ويكشف تصوير برنين المغناطيسي عن تغيرات في نقل العظم توحي بشدة بالتشخيص. تظهر الصور الشعاعية التي تؤخذ لاحقا انهدام ثم التئام رأس الفخذ، وغالبا مع تشوه دائم. يشمل العلاج الطبيعي، عدم تحميل الوزن، استخدام الجبائر والجراحة للحالات الشديدة. انزلاق مشاش رأس الفخذ. يحدث عندما ينزلق رأس عظم الفخذ على طول صفيحة النمو بعيدا عن عنق الفخذ. يمكن أن تشمل الأعراض آلاما في الركبة أو المغبن أو الفخذ أو الورك، يبوسة في مفصل الورك، العرج، وكلما ازداد الأمر سوءا قد لا يتمكن الطفل من المشي على الإطلاق. يمكن أن يؤدي الألم المتوضع في الركبة أو الفخذ بدلا من الورك إلى إغفال التشخيص. عادة ما يحدث انزلاق المشاش عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاما، وعادة الذكور الذين يعانون من زيادة في الوزن. يمكن رؤية الانزلاق عادة على الأشعة السينية البسيطة، وهي الطريقة النموذجية لتشخيص هذه الحالة.
يتم علاج انزلاق مشاش رأس الفخذ بالجراحة بتثبيت رأس الفخذ في مكانه ببرغي ومنعه من الانزلاق. التهاب المفاصل الجهازي. يمكن أن تتظاهر الأمراض الروماتيزمية الجهازية على شكل آلام منعزلة في الورك، وأكثرها شيوعاً هو التهاب المفاصل الصدافي، والذي يمكن أن يبدأ على شكل التهاب مفصل الورك المعزول أو الناكس. قد تكون مظاهر الجلدية لالتهاب المفاصل الصدافية غير واضحة، كالجفاف خلف الأذنين أو نقر الأصافر، وقد تظهر بعد سنوات من حدوث التهاب المفاصل. يصيب التهاب المفاصل الشبابي مجهول السبب أو داء ستيل الورك بشكل شائع، على الرغم من أنه عادة ما يحدث في إطار حالة التهابية جهازية واضحة مع التهاب المفاصل المتزامن في المفاصل الأخرى. تشمل حالات التهاب المفاصل الأخرى التي يمكن أن تشمل الورك مرض كاواساكي ومرض لايم والحمى الرسوية الحادة والتهاب المفاصل التالي للمكورات العقدية. العظموم العظماني. العظموم العظماني هو ورم حميد شائع نسبيا في العظام، يمكن أن يتظاهر كورك مؤلم لأن عظم الفخذ القريب هو الموقع الأكثر شيوعا لحدوثه. على الرغم من أن العظموم العظماني يظهر عند جميع الفئات العمرية من الأطفال الصغار حتى البالغين، إلا أن معظم المرضى من المراهقين. عادة ما يكون الألم ليليا وشديدا، ويستجيب بسرعة للعلاج بمضادات الالتهاب اللاستيرويدية. قد تكون الآفة مرئية كشفافية عظمية مع سماكة قشرية محيطية على صورة شعاعية العادية أو تصوير الطبق المحوري، وتدعى بالعش، أو قد تظهر فقط في غمضان العظام أو التصوير بالرنين المغناطيسي. الأورام الخبيثة. نادرا ما يظهر الورم الخبيث على شكل التهاب المفاصل، ولكن تم الإبلاغ عن حالات منه. اللوكيميا هي أكثر أنواع السرطانات شيوعا التي تظهر على شكل آلام مفاصل عند الأطفال. يعاني هؤلاء المرضى عادة من ألم عضلي هيكلي حاد مهاجر ناتج عن ارتشاح اللوكيميا في العظام. الكسور الجهدية. الكسور الجهدية نادرة عند الأطفال، ولكنها يمكن أن تحدث عند الرياضيين منهم. عادة ما تكون الأشعة السينية البسيطة طبيعية في وقت مبكر من مسار الكسر. يعد غمضان العظام أو التصوير بالرنين المغناطيسي من الاختبارات التشخيصية المفضلة. يعد التغيير المؤقت في نمط النشاط أمرا مهما لتجنب التحول إلى كسر متبدل. انحلال الغضروف مجهول السبب في الورك. انحلال الغضروف مجهول السبب في الورك هو حالة غير محددة بشكل جيد، حيث يصاب الغضروف المفصلي في الورك بعملية غير محددة ولكن يفترض أنها التهابية. يصيب انحلال الغضروف عادة لإناث أكثر من الذكور، وعادة في العقد الثاني من العمر. في حين أن الأعراض عادة ما تكون أحادية الجانب، فإن المرض في الورك المقابل يلاحظ أحيانا بالفحص السريري أو الفحوصات الشعاعية. يوضح التصوير بالرنين المغناطيسي فقدان الغضروف وتضخم الغشاء الزليلي. على الرغم من أن بعض المرضى يتعافون تماما، إلا أن معظمهم يصابون بالتهاب الورك التنكسي المؤلم والمعيق. تشخيص سبب آلام الورك. عند زيارة الطبيب بخصوص الألم، سيسأل الطبيب عما إذا كان هناك حمى. تشمل الجوانب المهمة الأخرى للقصة المرضية بداية الألم ومدته وشدته وموقعه، الأعراض الجهازية المصاحبة، التاريخ المرضي السابق، والقصة العائلية. سيقوم الطبيب أيضا بإجراء فحص جسدي كامل للطفل وفحص الورك المصاب بشكل خاص. يشمل فحص الورك ملاحظة عدم التناسق ووضعية الراحة والجس لتحديد مكان الألم وفحص مجال الحركة في وضعية الاستلقاء. يمكن أن تساعد إصابات المفاصل والجلد والأعضاء الأخرى في التمييز بين الأمراض الجهازية والموضعية. التقييم الشعاعي ضروري لجميع الأطفال الذين يعانون من آلام الورك. عادة ما تكون دراسة التصويرية الأولية عبارة عن صورة شعاعية بسيطة للوركين أمامية خلفية وبوضعية الضفدع، وهي الصورة الجانبية الحقيقية لعظم الفخذ. يعد التصوير بالأمواج فوق الصوتية تقنية ممتازة لتحديد الانصباب المفصلي البسيط، ويجب استخدامه عندما تكون الصور الشعاعية البسيطة طبيعية، ولكن الاشتباه في التهاب المفاصل الإنتاني أو التهاب الغشاء الزليلي العابر لا يزال مرتفعا. يمكن أيضا استخدام التصوير بالأمواج فوق الصوتية لتوجيه بذل مفصل الورك عندما يعتبر هذا الإجراء مناسبا. قد يكون استخدام غمضان العظام ذو قيمة كبيرة في تشخيص الطفل المصاب بألم الورك. يمكن استخدام تصوير بالرنين المغناطيسي MRI والتصوير الطبقي المحوري CT scan في أغلب الأحيان لمتابعة سبب ألم الورك عندما لا تكون الطرق الأخرى مفيدة. يتم طلب التحاليل المخبرية للطفل بناء على النتائج المستخلصة من القصة المرضية والفحص السريري.